انضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت العميد دكتور أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور أمين أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية في ظل هذه التصريحات، الولايات المتحدة تؤكد بأن ما يجري أو استهداف هذه السفينة ليس له علاقة بما بالغزو على قطاع غزة، ومن ناحية أخرى يؤكد الحوثيون على الدوام بأن ما يقومون به من أعمال في البحر الأحمر هو من أجل يعني إعادة الهدوء في قطاع غزة. إلى أي مدى هذا التصعيد سيستمر في البحر الأحمر، خاصة بأن مصر على الدوام أكدت من اتساع رقعة الصراع؟ بداية التحية لك وللمشاهدين الكرام. الواقع أن الذي يجري في البحر الأحمر هو على رباط وثيق بما يجري في قطاع غزة، وقد حددت أنصار الحوثيون من البدء أنهم بصدد منع السفن التي تؤدي خدمة أو مصلحة إسرائيلية منعها من الوصول إلى المرافق الإسرائيلية، وهذا المنع يبقى قائما ما قامت العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة وما دام الحصار على القطاع مفروضا، وبالتالي أي قول خلاف ذلك هو منفصل عن الواقع ومغاير للحقيقة. والدليل على ذلك أن من البداية عندما قام الحوثيون باعتراض السفن في البحر الأحمر لم يعترضوا إلا السفن التي تتصل بمصلحة إسرائيلية، أما السفن الأخرى على كثرتها لم يعترضها أحد، وزجت أمريكا نفسها في هذا الموضوع، ثم تأتي الآن بموقف يغير الحقيقة وتدعي بأن الموضوع لا علاقة له بقطاع غزة. فإذا كان هذا الأمر لا علاقة له بقطاع غزة، فما هو المبرر وما هو الداعي؟ الحوثيون لم يخلقوا اليوم على شاطئ البحر الأحمر، إنما لهم زمن في هذه القوة وفي هذه الاستقلالية القرار. وبالتالي نحن نرى أن القطاع الذي يحاصر يتطلب نجدة، وهذه النجدة يقدمها الحوثيون بالضغط على السفن والمراكب التي تؤدي خدمة أو توفر مصلحة لإسرائيل، فتكون بمثابة الضغط لفك الحصار ليس أكثر. دكتور، يعني إلى أي مدى أيضا ترى بأن تحالف حارس الازدهار من الممكن أن يحمي البحر الأحمر ويعني أن يحمي السفن من التهديدات التي تأتي من قبل الحوثيين؟ حتى يؤدي التحالف حارس الازدهار أو حارس الرخاء مهمته بفتح الممرات أمام كل السفن، عليه أن يملك السيطرة على كل النقاط والمناطق التي تنطلق منها صواريخ الحوثيين، وهذا الأمر غير متيسر إلا إذا قام التحالف بعملية برية سيطروا فيها على الأرض وامتلكوا القدرة على الإمساك بمفاصل المنطقة، وهذا أمر متعسر. لذلك جل ما يمكن أن يقوموا به هؤلاء في بحريتهم أو في طيرانهم هو الاشتباك مع الحوثيين والقيام بما يروجون له بأن يراقبوا الميدان ويستهدفوا هذا الصاروخ أو ذاك المعد للإطلاق، ولكن هذا الأمر من شأنه أن يحول المنطقة إلى منطقة نزاع عسكري، وعندما تكون المنطقة بهذه الصفة فإنها تمتنع تلقائيا عن مرور السفن. ولذلك نحن نرى أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بفتح البحر الأحمر ومضيق باب المندب بوجه الملاحة الإسرائيلية، هذه الاستراتيجية لن تؤدي النتيجة المطلوبة، بل إنها سترتد عكسا وتعقد الأمور بالنسبة للبحرية أو للممرات البحرية لدول أخرى،
وهذا ما حصل بالنسبة للبارجة البريطانية التي استهدفت بنار الحوثيين وتم تعطيلها وحريق ونشوب حريق فيها. لذلك نحن نرى أن استراتيجية أمريكا للمواجهة استراتيجية غير مدروسة ولن تؤدي الغاية المطلوبة. دكتور، وفي ظل إعلان الفصائل العراقية لاستهداف منشأة زوفولون وأيضا البحرية الإسرائيلية وأيضا يعني استهداف لقواعد أمريكية في سوريا، تتواصل هذه العمليات، إلى أي مدى من الممكن أن توسع وتزيد من رقعة الصراع في المنطقة، ويعني خاصة في ظل العديد من الجبهات المفتوحة سواء كان الجبهة اللبنانية من ناحية أو الجبهة العراقية والسورية وأيضا بالإضافة بالتأكيد إلى غزة؟ أولا بالنسبة للجبهة العراقية هذا أمر مهم جدا البحث فيه. هذه الجبهة انطلقت تحت عنوان مؤازرة وإسناد قطاع غزة، لكن بعد الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية لقوات الحشد الشعبي العراقي، والكل يعلم أن هذه القوات هي قوات رسمية تتبع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة الذي هو رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء في العراق، بعد أن حصل ذلك تم تطوير الأهداف من عمل الفصائل العراقية، فبدل أن يكون مقتصرا على الضغط على أمريكا من أجل أن تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، تطور الموضوع وأصبحت هذه العمليات لها غاية ثانية، والغاية الثانية قد تكون أدوم وأخطر وأبعد مدى من الأولى، وهي البحث في الوجود العسكري الأمريكي في كل من سوريا والعراق. وبالفعل الحكومة العراقية حركت الملف وبدأت الاجتماعات التحضيرية من أجل وضع جدول زمني لإنهاء وجود التحالف في العراق، فتكون هذه العمليات بدأت وفقا لهدف معين ولتحقيق مصلحة معينة، ثم انقلبت بالسلوك الأمريكي إلى أهداف جديدة. ولا أعتقد أنه حتى ولو توقفت المعارك في قطاع غزة وتوقف العدوان الإسرائيلي أن المقاومة العراقية ستتوقف عن استهداف المراكز الأمريكية، لأن هذه الاستهدافات بات لها هدف جديد هو إخراج الأمريكيين من كل من سوريا والعراق. ولذلك خذ اليوم مثلا استهدفت 3 قواعد أمريكية في كل من سوريا والعراق، والأمر متتابع وبشكل مكثف وبشكل مؤثر. نعم دكتور، ما هو المطلوب اليوم حتى من الممكن أن لا يزيد من الصراع في المنطقة، خاصة كما ذكرت بأن يعني إذا ما حتى توقفت العمليات في غزة فإن العمليات في العراق أو الفصائل العراقية لن تتوقف عن استهداف القواعد الأمريكية، على الرغم من أن الحكومة العراقية يعني في ظل ما تقوم به الآن من محادثات سيكون هناك إنهاء للوجود الأمريكي، ولكن إلى أي مدى من الممكن أو كيف من الممكن أن يتم يعني لملمة هذا الصراع في ظل هذا التوسع واستهداف سواء كان القواعد الأمريكية أو حتى أيضا يعني كان كما أفادت وسائل إعلام إيرانية تم احتجاز سفينة أجنبية؟ إذن هناك على أكثر من جبهة مفتوحة سواء كان من الناحية الإيرانية أو حتى العراقية. المفتاح الأساسي للهدوء في المنطقة موجود في قطاع غزة وموجود بيد العدو الإسرائيلي، فهو الذي يحركه وهو الذي يعطله. ففي اللحظة التي يتوقف فيها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ستسكت جبهتين على الأقل، هي الجبهة اللبنانية في شمال فلسطين المحتلة والجبهة اليمنية في البحر الأحمر والبحر العربي. تبقى الجبهة العراقية التي استجد لها هدف جديد وهو خروج القوات الأجنبية، ويمكن أيضا معالجة هذا الموضوع من خلال البدء كما بدأ واضحا بالمباحثات الثنائية ما بين العراق
القوات الأمريكية لتنظيم جدول زمني لخروجها على مرحلتين. المرحلة الأولى فك التحالف وإنهاء مهامي في العراق، والمرحلة الثانية العلاقات الثنائية بين مكونات التحالف والعراق بشكل يخرج هؤلاء من العراق. لذلك نحن نرى أن المفتاح الرئيسي يبدأ في غزة فيسكت الجبهات الرئيسية المساندة، ثم تطوير التفاوض في العراق يسكت الجبهة العراقية. قبل ذلك لا أعتقد أن هناك إمكانية للبحث عن أمن أو هدوء أو سلام. طبعا هذا الأمر منوط بالقرار الإسرائيلي حصريا وبالضغط الأمريكي على إسرائيل لتوقف عدوانها. وإذا كانت المحكمة الدولية، محكمة العدل الدولية، لم تتخذ قرارا صريحا بوقف إطلاق النار، إلا أن جزئيات القرار تضمنت ما يفيد أنه لو طبقت برمتها، أي وقف الهدم ووقف تضييق المضايقة للمدنيين ووقف الحصار وإلى آخره، لوجدنا أنفسنا أمام وقف إطلاق نار واقعي. فبالتالي وقف إطلاق النار هو الكلمة السحرية التي منها ندخل إلى هدوء وأمن في المنطقة. دكتور، يعني بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية وعلى الرغم من عدم إصدار قرار بوقف إطلاق النار، إلا أن القرار يعني تاريخي يعد في ظل إدانة إسرائيل، إلى أي مدى أو ما هي توقعاتك للأيام القادمة؟ هل سيتراجع الدعم الغربي لإسرائيل وبالتالي من الممكن أن تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة؟ أولا بالنسبة للقرار بذاته، كما تفضلت بالذكر أنه قرار تاريخي غير مسبوق، للمرة الأولى يدخل إسرائيل إلى قفص اتهام دولي بجريمة فظيعة هي جريمة الإبادة الجماعية، وهو أمر غير مسبوق. أما بالنسبة للتعاطي مع هذا القرار، فأعتقد أن إسرائيل كما صرحت أنها لفظيا على الأقل أنها تستنكر هذا القرار ولن تعمل به، وأنه واعتبرته مشينا، لكن الدول الأخرى لا يستطيعون أن يتنكروا لهذا القرار، وجلهم مشارك في المحكمة بقاض أو أكثر. لذلك أنا أعتقد أن القرار فتح المجال أمام حركة دولية ضاغطة على إسرائيل لتوقف عدوانها. خذ مثلا اليوم الخارجية الألمانية التي كانت أصلا في المحكمة الدولية تساند إسرائيل في محكمة العدل الدولية، لكنها قبل ساعات أصدرت بيانا تطالب في إسرائيل بتكثيف إدخال المساعدات إلى القطاع بعد أن أقفلت إسرائيل معبر كرم أبو سالم وردت الشاحنات إلى مصر. فبالتالي هذا نموذج، النموذج الذي نتكلم عنه سيتعمم غربيا عالميا، وستجد نفسها إسرائيل معزولة دوليا ملاحقة بشبهة الإبادة الجماعية بانتظار الحكم ولو كان تأخر سنوات الذي يدينها بهذه الجريمة الشنعاء. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل التي خسرت في الميدان وخسرت عملانيا تخسر استراتيجيا وتخسر دوليا ودبلوماسيا، وهذا كله بفضل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ولتحرك هذا الشعب مدعوما بمقاومته لمواجهة العدوان الإسرائيلي. نعم، كل الشكر لك العميد الدكتور أمين حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من العاصمة اللبنانية بيروت.